صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين بنروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أخبار الطقس والمرور في محافظات القاهرة المختلفة. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ من محافظة القاهرة وبالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات إنما بسيطة ولسه غير مؤثرة، لكن لو كملنا ورحنا لحد كوبري الجلاء هناك برضو في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. ظهرت كمان بعض الكثافات على كوبري الحدايق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الموضوع على كوبري المطارية للقادم من الكابلات. دلوقتي هنروح لشوارع الجيزة ونبتدي ونستعرض الحالة المرورية هناك، ونبتدي من شارع الهرم اللي طبعا بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي اللي بيشهد برضو بعض التباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. وظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل، كثافات تانية في شارع العشرين ومكملة لحد الطلبية، كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وشارع كمان بيوصل بين مناطق الطوابق وحتى العشرين. تظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان. في كمان هناك كثافات مرورية إنما متحركة، نفس الموضوع في شارع أو في طريق كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات تانية في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. اللي رايح المهندسين ومتجه لأكتوبر في هناك سيولة مرورية كبيرة على المحور، وبتظهر كثافات بسيطة على محور 26 يوليو للي جاي من أكتوبر وبيستمر لحد ميدان لبنان. دلوقتي هنروح لحد محافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما هنوصل هناك هنلاقي بعض الكثافات المرورية بتبتدي تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية كبيرة، وطريق المنيا أسيوط كمان في سيولة مرورية كبيرة. هنكمل جولتنا ونروح لحد الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك هتبتدي تظهر كثافات مرورية متحركة وبسيطة قوي، وهتبتدي تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. لو رحنا لطريق أحمد أبو زيد هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي.